انطلاقا من توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله للوزراء والمسؤولين بالنزول إلى الميادين وتفقد سير العمل. قام سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، يرافقه الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، بزيارة تفقدية لمحطة الحد لنقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت والاطلاع على سير العمل فيها، حيث تأتي هذه المحطة ضمن مشروع بناء ثلاث محطات رئيسية بمناطق الحد وأم الحصم والرفاع، ويتم تمويل تلك المشاريع من برنامج الدعم الخليجي الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويعتبر هذا المشروع الاستراتيجي الأول من نوعه الذي يتم تشييده في البحرين، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع ما يقارب 150 مليون دينار. وقد صرح الدكتور ميرزا بأن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء لتطوير تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والماء لاستخدامها لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري، ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.